السلام عليكم. لو انا عندي حائط انشائي structure wall اهوت، وعندي عمود انشائي اهوت، لاحظ تحس ان العمود اختفى ومش قادر يبقى يظهر الحدود بتاعته، وحتى لو دخلت في 3D هتلاقيه بالشكل دوت. طيب انا ممكن استخدم اداة بقى عشان الشغل الشيء يظهر، الا وهي من جيومتري هختار انجوين وابدا اختار العمود، وبعد كده اختار الحيطه اهوت وادوس انتر، اقول له انا عايز، هتلاقي العمود اهو ظاهر بكل التفاصيل بتاعته اهوت. بقى في الاول كان الحدود اللي هي مش متعارضه مع الحيطه، لما قلت له انجوين بدات تبقى بالشكل ده. لو انت جيت كده وقلت له عايز اغير مثلا الحيطه لمقاس اكبر، هتلاقي ان هو كل العمود بس العمود ظهر. بينما لما احنا استخدمنا امر انجوين انجوين ده مع ده، هتلاقي ان الحيطه كلت العمود بظهر خالص. فلذلك امر انجوين ده بيحل لي المشكله دوت، بحيث ان يظهر عندي العمود شكله عامل ازاي.